صوتك بفرح يا ربي، جاي قدامك اسكب قلبي، ربي تعبودك بفرح، امجد اسمك يا الله، ساجد لك رافع صلاة، ربي اعبودك بفرح، بحمد وتسبيح وترنيم، اشهد انك رب عظيم، اله صالح اب رحيم، واعبدك بفرح في بيتي ومع اولادي، في شغلي وفي علاقاتي، كل خطوه من حياتي اعبدك بفرح، اعبدك بفرح، اعبدك بفرح، اعبدك بفرح. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. أعزائي المشاهدين، برحب فيكم بكل مكان، ولكم سلام المسيح معكم في حلقة جديدة من برنامجكم أعبدك بفرح، اللي فيها جايين نعبد، نفرح، نهلل، نمجد اسمه القدوس، لأنه إله وحده كل المجد والسجود. وزي ما بقول كل مرة، أنه نخلي عيننا عليه في كل المجالات، في كل العناوين اللي تطرح في هالحلقة. وفي البداية حابب أشكركم على تفاعلكم مع الحلقة الماضية اللي كانت بعنوان نشاز. أنا عارف العنوان كان مختلف شوي، بس كنت بحاول أني أورجي أنه الآلة ممكن تزبط وتدوزن وهيك، لكن حياة الروحية ما بيزبطها وبدوزنها إلا كلمة الرب، وبمحي النشاز الروحي اللي فيها. فصلاتي تكون هالحلقة استمرارية معنا دائما، أنه يا رب صحينا وصلحنا دائما، عودنا، دربنا، انه قومنا عشان نمشي الطريق مستقيم معك، نكون في فعلا صوره حيه لجلالك على الارض لاخواننا واخواتنا. بشكركم على كل التعليقات وعلى الاسئله وعلى الالات اللي انا استعملتها. استعملت اله اليوكاليلي في البدايه، الاله الصغيره اللي هي من هاواي، من جزيره هاواي، اله شبه الجيتار لكن على مصغره كثير، الدوزان بيختلف عن الجيتار شوي. استعملت الجيتار واستعملت العود من باب التنويع. هاي الآلات كلها أنا مش ما بدعي إني شاطر كتير فيها، لكن الرب بيعطي نعمة، وأنا يعني أشكر الرب كتير إنه بيعطينا إنه
نشكل ونغير وننوع في البرنامج عشان نشيل الملل، مع انه آلتي الأساسية هي العود اللي بترافقني دائما في كل مراحل حياتي، في البرامج، في حتى في حياتي قبل ما أعرف وأختار السيد المسيح، زي ما عنوان الحلقة اليوم بيقول حياتي قبل أن أختار السيد المسيح. شو كانت حياتي قبل أن أختار السيد المسيح؟ لا شيء يذكر مقارنة من ما حصل بعد ما اخترت الرب يسوع المسيح. عايش في هالدنيا من غير هدف أسمى أعيش له، لكن أنا عايش عندي أهداف كثيرة، محور هالحياة أنا، والرب ما تركني، الرب فتح لي بواب البركة، فتح لي مجالات كثير أشتغل فيها وأعمل فيها قد يفتخر فيها في هذاك الوقت، من أفلام في هوليوود لمشاركات في أغاني مع أسماء كبيرة. لكن لو كل مرة بدي أعود أقول نفس هالحكي بلاقي إنه ما إله طعمه، لأنه ما صار بعد هيك إنه الرب فتح عيني على النعمة العظمى، إنه فتح عيني علي ورجاني إنه الحياة ما كانتش هالشيء العاطل، بالعكس كانت أشياء كتير يفتخر فيها قبل، وإنجازات وكله، والأنا 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 وشهرتي ومعرفتي والناس لكن اللي صار بعد هيك إنه الرب أعطاني ما هو أعظم، ما هو أسمى، ما هو أغلى، فصار الأشياء التانية ملهاش قيمة، يعني مقارنة مع ما حصل بعدين ملهاش قيمة. فأنا بستغرب من بعض الناس اللي دايما عنده اختبار مستمر، فبيضل يقول إنه أنا لو شفتوني قبل المسيح، أنا عارفين الفلوس اللي كانت في إيدي قبل المسيح، عارفين كم موظف كان عندي، عارفين وعارفين وعارفين، عارفين شهرتي، أنا كنت أشتغل في النايت كلب الفلاني والمكان الفلاني، وصار عندي عقد أسجل أغاني، وأنا رفضت كل هالشهرة عشان أجي للمسيح. يعني حلو تقولها مرة معطي المجد للمسيح، بس في كل مرة بخليني أفكر إنه هل يا ترى أنت عارف حياتك شو كانت وشو صارت؟ هل عارف إنه القيمة والاحترام صار لك بعد ما اخترت المسيح؟ كله في الماضي كان حلو، كان ميبي كمان يفتخر فيه، لكن لما تعرف الرب يسوع بتحس إنه هالفخر هذا أصبح حتى أشياء الواحد يستحي فيها مقارنة مع فخر معرفة وربح معرفة الرب القدوس المسيح المجد لإسمه. بقول اختار، مش إني بس أعرف يسوع، لأنه أنا مولود في عيلة مسيحية وأنا كنت عايش صح بالنسبة لأفكاري، ما عنديش هالخطايا الكبيرة الوصايا العشرة ماشي عليها، لكن أنا ماشي لحالي، هدفي أنا، محوري أنا، واهتمامي أنا. لما اخترت الرب يسوع مخلص شخصي لحياتي وسألته يملك على حياتي، قلت له يا رب من هلا وطالع أنت سيرني، أنت كون الهدف والغاية، أنت كون المنية اللي بعيشها، ساعدني كيف أعيش هالطريقة. لقيت أنه البركات اللي كانت في حياتي ضعفت وصار لها قيمة أكتر، صارت أسمى أكتر. فبساعد بشجعك اليوم أخوي وأختي اللي يمكن عندك اختبارات أمجاد قبل المسيح، إنه حلو تذكرها مرة مرتين، بس مش في كل مرة، لأنه بتقلل قيمة اللي صار معك بعدين، إلا لو أنت مش فاهم قيمته أو لو أنت تدعي هذا الشيء. وأنا حاشا أني أتهم أي إنسان، لكن أي شخص بيشوف أنه يحكي عن حياته قبل المسيح ما في شيء يذكر أصلا مقارنة مع ما يحصل بعد الرب يسوع المسيح. يعني شوفوا، من أعظم الشخصيات اللي ذكرت في الكتاب المقدس القديس بولس، طبعا بقولش الرب يسوع لأنه الرب يسوع هو الكتاب المقدس، هو العظم في هذا الكتاب المقدس، لكن القديس بولس اللي سعى وكتب لنا رسائل كثيرة، اللي قالهم مرة في رسالة فيليبي، قال لهم يعني إذا موضوع افتخار جايين تقولوا شو كنا وشو صرنا، أنا إسرائيلي، أنا يهودي، أنا عبراني، إله أصول من سبط بنيامين، أنا مختون، يعني شو بده يعني في هذاك الوقت هذا كان فخر كبير إنه أهله وعيلته. وبعدين تعالوا لموضوع الدين، أنا فريسي، أنا يعني أنا القصة كلها، أنا حافظ الكتاب، أنا حافظ العهد القديم كله، أنا ماشي عليه، أنا بطبق كل الناموس حتى بأصغر الوصايا بلتزم فيها بلا لوم قدام الناموس. وشو بدكم جهاد في سبيل الله؟ أنا كنت مضطهد الكنيسة كلها، أنا نفسي كنت أضطهد كنيسة المسيح. يعني كل الأشياء هاي فخر ما بعده فخر بالنسبة للناس في هذاك الوقت. لكن خلينا نشوف شو قال بعدين عن
هالفخر وعن الأمجاد وعن الانتصارات قبل ما كان. طبعا هذا قائد كمان لسه ما قالش لازم يقوله الناس اللي كانوا تحت إيده، الأوامر اللي كانت، السلطة اللي كانت في إيده، الكلمة العليا اللي كانت عنده في هذاك الوقت على غيره. لكن شوفوا شو قال في رسالته لأهل فيليبي الإصحاح الثالث الأعداد 7 و8، نقرأ العدد السابع. لكن ما كان لي ربحا فهذا قد حسبته من أجل المسيح خسارة. كيف خسارة؟ يعني هو ربح مش خسارة، لكن مقارنة مع ما أعطاني المسيح وما لي في المسيح صار كما لو خسارة. بل إني أحسب كل شيء أيضا خسارة من أجل فضل معرفة المسيح يسوع ربي الذي من أجله خسرت كل الأشياء وأنا أحسبها نفاية لكي أربح المسيح وأوجد فيه. يعني مقارنة مع الربح اللي صار لي في المسيح كله هذا خسارة، ومش بس هيك بحسبه نفاية، ولو أنه شوفوا الأمجاد اللي حكينا عنها مش نفاية، لكن مبارك اسمك أيها القدوس يلي كل ما يقارن فيك أي شيء يصبح نفاية، لأنك أنت في كل الخيرات وكل البركات، لك المجد لك المجد. ولكمل لو كملنا العدد 13 بيقول أيها الإخوة أنا لست أحسب نفسي أني قد أدركت، ولكني أفعل شيئا واحدا، إذ أنا أنسى ما هو وراء وأمتد إلى ما هو قدام. أنسى الماضي اللي أنا عشت فيه وهل ما كنت فكره أمجاد، أسعى نحو الغرض لأجل جعالة دعوة الله العليا في المسيح يسوع. يعني صار عندي هدف تاني أسعى له، في جائزة بدي أحققها وهي إني معرفة يسوع، النمو في يسوع، الشهادة عن الرب يسوع المسيح، له كل المجد. رب يبارك لنا الكلمات اللي قريناها من كتابه المقدس. فبشجعكم إنه يعني انعكس على حياتك الماضي، لكن ما تضلش عايش في ماضي، لأنه يمكن يكون كذبة، يمكن يكون وهم، ومع يسوع كله زي وهم، لأنه هو الحقيقة اللي ما بعدها حقيقة، هو الحق المطلق، الطريق والحق والحياة. فما باجي ليسوع وبضل أقول له لو شفتوا طريقي كيف كانت، لو شفتوا كيف أنا كنت عايش، صدقوني حقيقي أنا كنت عايش، لو شفتوا حياتي كيف كانت، هو الطريق والحق والحياة. فحياتي ضياع بدونه، طريقي أكيد رح يوصلني ليكون مسدود في الآخر، بدونه حياتي ماليش حياة، حياة بتخلص على هالأرض طالت أو أسرت، لكن حياتي هي ما بعد مع الرب يسوع المسيح له كل المجد. كمان مثل تاني في يوحنا 9 الشخص المولود أعمى، شوفوا المعاناة اللي عاشها هذا الشخص. ما سمعناهوش بيقول لو شفتوني كيف كنت أتغلب وأنا بقطع الشارع، ما كنتش أعرف أمشي، ما كنتش قادر أشوف قدامي، الناس تتحنن علي والناس وأنا هلأ قبلت المسيح وتنازلت لا شو قال؟ قال بعرف إشي واحد، كنت أعمى والآن أبصر. كأنه الإنسان لما يشوف النور بصير الحكي عن الظلمة تافه وملوش أي قيمة بالمرة. فأنا جاي أعظم اسمك يا سيد وأشكرك يلي فتحت عيوننا على بركات سماوية كنت مباركنا بالأول، وما زلت بتبارك ناس كتير بعاد عنك عشان غرضك يرجعوا لك يعرفوك. سيدي الرب أنا بصلي اليوم لكل أخ وأخت عم بسمعوني اليوم وانت بعيد عن الرب يسوع المسيح، حتى لو انت ابن عيلة مسيحية، اختار انه يكون يسوع في حياتك الأساس، اختار انه يسوع يكون مخلص شخصي لحياتك، مش عشان تعمل خدمة للرب يسوع، حاشا، مين يستاهل أصلا يخدم عند أقدام الرب يسوع المسيح، لكن عشان تخدم نفسك أولا. كون أناني في هالموضوع وقول يا رب أنا خلاص نفسي من فضلك يا رب، قبل ما أصلي لبيتي ولعائلتي ولكنيستي، قبل ما أقول بدي أخدم الرب خليني أفهم مركزي بالنسبة إليك ومركزك أنت بالنسبة لحياتي. أنا ولا شيء بدونك، أنت البوصلة اللي تثبت اتجاه سيري في هالحياة. من فضلك لا تتركنا يا رب لشهواتنا ورغباتنا وأمجادنا اللي إحنا فاكرينها واللي منسميه شهرة حتى لو ما كان ولا شيء، لكن يا رب من فضلك قودنا للحياة الأسمى لمعرفتك، لأن الاختيار اللي أخذته أعيش فيه كل أيام حياتي، لأنه أنا فعلا يا سيدي أنا كنت أعمى والآن أبصر. صلاتي في اسم الرب يسوع المسيح إلي ولكل من يسمعني، شاكرك يا من تسمع وتستجيب الصلاة، لك كل المجد.
كل المجد. ترنيمة خليجية كنت أعمى والآن أبصر، برضو عن اختبار شخص قال لي أنا مثل ما أكون كأني أعمى، وهذا الشيء برضو بينعكس على حياتي أنا كمان. فعلا إحنا هيك، إحنا ماشيين متقبط في الدنيا، ويا منشوف صح لكن منشوف اللي بدنا نشوفه، ومنشوف على أدنى وبمحدوديتنا، لكن لما تيجي للرب بيعطيك الرؤية اللي هي مش بس، يعني اللي مش بس رؤية العين، رؤية القلب، البصر والبصيرة له وحده كل المجد، كل المجد. كنت أعمى والآن أبصر. أبشر لك خلاص وسلام حقيقي. أنا كنت أعمى والآن أبصر، كنت تايه ولقيت طريقي، وبالنعمة ربي قال أبشر لك خلاص وسلام حقيقي. في يسوع، بيسوع، في يسوع، بيسوع، أشكرك كل أيامي يا رجايا وسلامي، أشكرك كل أيامي يا رجايا وسلامي، منك راحت منامي، منك راحت منامي، وكل عسير دي السير. كنت أعمى، كنت أعمى والآن أبصر. وسلامي فوق العقول، وفرح دايم طول في كل كلمة يقول، تعزي قلبي في ضيقي. سلامي فوق العقول، وفرح دايم يطول في كل كلمة يقول، تعزي قلبي في ضيقي. ما فيش غيره يا يسوع، يا يسوع، يا يسوع، يا يسوع، أشكرك كل أيامي يا رجايا وسلامي، أشكرك كل أيامي يا رجايا وسلامي، منك راحت منامي، منك راحت منامي، وكل عسير تيسر. كنت أعمى، كنت أعمى والآن أبصر. وعيش لك ممنون، فضلك يا فادي الكون، وبعترف مديون يا حقي ونوري وطريقي. أعيش لك ممنون، فضلك يا فادي الكون، وبعترف مديون يا حقي ونوري وطريقي. يا يسوع، يا يسوع، يا يسوع، يا يسوع، أشكرك كل أيامي
يا رجايا وسلامي أشكرك كل أيامي يا رجايا وسلامي منك راحت منامي منك راحت منامي كل عسير بيسير كنت أعمى كنت أعمى والآن أبصر أنا كنت أعمى والآن أبصر كنت تايه ولقيت طريقي وبالنعمة ربي قال لأبشر لك خلاص وسلام حقيقي في يسوع بيسوع في يسوع بيسوع أشكرك كل أيامي يا رجايا وسلامي أشكرك كل أيامي يا رجايا وسلامي أنا أشكرك كل أيامي يا رجايا وسلامي منك راحت منامي منك راحت منامي وكل عسير بيسير كنت أعمى كنت أعمى والآن أبصر. أمين لكل المجد. كنت أعمى والآن أبصر، والفرق كبير، والفرق كبير. وأنا بحكي عن البصر، البصيرة الروحية، فبتصير تشوف الأشياء بمنظور تاني، بمنظوره هو، بكلمته هو، ضمن كلمته هو. بصير اللي بيحدد لك مسارك هو الكلمة المقدسة المباركة الحية، الكتاب المقدس. فبتتغير كل أمور، هدفك بصير واضح أكتر. تسعى، ما تدركه، تسعى نحو هذا الهدف، تسعى نحو المكافأة، إنك تكون مع الرب يسوع يوم من الأيام. له كل المجد حسب وعده، واثق في كلامه، سبح اسمه القدوس، وبعطيه كل المجد فيما كان وفيما رح يكون. قلت كنت وكنت وكنت وكنت، الفضل كله إله. يمكن ما كنت أشوفه بهذاك الوقت وأقول شهرتي والناس وأنا والعروض اللي أجتني، لكن يا رب أنت المبارك في كل وقت، في كل حين تبارك اللي ماشيين صح واللي ماشيين غلط عشان ترجعهم، لكن اللي ماشي غلط رح ياخذ البركة إلى حين وتخلص حياته وبعدين. لكن أشكرك يا من تستحق كل المجد وحدك، كل ركبة تسجد ليك وكل لسان يعترف بيك، مستحق كل المجد يا يسوع. مستحق كل المجد يا يسوع، مستحق كل المجد يا يسوع، كل ركبة تسجد ليك، كل لسان يعترف بيك، مستحق كل المجد يا يسوع. قولوا معي مستحق كل المجد يا يسوع، مستحق كل المجد يا يسوع، كل ركبة تسجد ليك، كل لسان يعترف بيك، مستحق كل المجد يا يسوع. لما نيجي ونقف قدامك يا يسوع، لما نيجي ونقف
قدامك يا يسوع كل عالي ينحني كل مهدوم يتبني لما نيجي نقف قدامك يا يسوع كل عالي ينحني كل مهدوم يتبني لما نيجي نقف قدامك يا يسوع خلي حضورك يملى عينينا يا يسوع خلي حضورك يملى عينينا يا يسوع خلي حضورك يملى عينينا يا يسوع ونتغير وعينينا تشوف مجدك بوجه مكشوف خلي حضورك إملى عنينا يا يسوع ونتغير وعينينا تشوف مجدك بوجه مكشوف خلي حضورك إملى عنينا يا يسوع خلي حضورك يملى عنينا يا يسوع أمين لك كل المجد لك كل المجد في شيء بيتقارن في اللي أنت بتعطيه لأنه ما فيش مثلك ما فيش زيك لا مثل لك بين الآلهة ولا مثل أعمالك لأنك عظيم 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 جدا وعظيمة أعمالك يا سيد وباركك أعظم اسمك بين الآلهة دي يا رب ولا مثل أعمالك لا مثل لك بين الآلهة دي يا رب ولا مثل أعمالك لأنك عظيم أنت وصانع عجائب لأنك عظيم وصانع عجائب أنت الله وحدك لا مثل لك بين الآلهة دي يا رب ولا مثل أعمالك لا مثل لك بين الآلهة دي يا رب ولا مثل أعمالك لا مثل لك يا رب لا مثل لك يا رب مين زيك مين يستاهل يتقارن فيك مين زيك مين يستاهل يتقارن فيك انت المجد كل المجد والمجد لايق ليك انت المجد كل المجد والمجد لايق ليك امين حتى اللي بيعرف يسوع بحس انه اللي بيختار انه يعيش له بحس انه انا ضيعت وقت كتير وين كنت انت من زمان مثل ما قال لي اخ
خليجي كان عم بشرح لي اختباره، بيقول لي أنا كل اللي بسأل حالي إنه يا رب أنت وين كنت من زمان؟ وين كانت الحلاوة اللي بحياتي؟ وين كان هالتغيير؟ يعني ليش من الأول أنا ما عرفتك؟ لكن مبارك اسمه في توقيته، في توقيته، في وقته يسرع به، هو بيعرف إمتى اللي بيطلبه إمتى يستجيب، لكن هو وعده أنه كل من يطلبه سيستجاب له. اطلبه اليوم، قل له يا رب بدي أدوق الحلاوة اللي بيحكوا عنها دول اللي ماشيين معك، اللي بسموا حالهم مسيحيين، مش اللي بيحضروا في الكنائس واللي مش اللي مداومين في الكنائس، لكن اللي عايشينك برا الكنائس كمان. بشوف فرح حقيقي فيهم، بشوف محبة فعلا صادقة فيهم للكل، بشوف صلوات ترفع للمسلم قبل المسيحي، لليهودي قبل المسيحي، لأنه أصحابك، أصدقائك، إخوانك، لما يكون حد في ضيقة بتفتكره، لما يكون حد بعيد بتحب إنك تقربه، ولما أنت بتكون رب مباركك بإشي حلو بتحب تشارك فيه الناس، بتحب تقول له تعالوا شوفوا أنا شو عندي، تعالوا شوفوا حياتي كيف صارت، وينك من زمان وأنا أدور عليك، ما عرفت الأمان إلا بين إيديك. مبارك اسمك يسوع المقدس. تعالوا نشوف هالفيديو مع بعض وإحنا نهلل ونمجد لإسم القدوس، نقول له يا رب وينك من زمان. فرح لا ينتهي دايم
على الدوام وينك من زمان وينك من زمان وينك وانا دور عليك بعرفت الامان وإلا بيني بيني وينك من زمان وانا دور عليك بعرفت الامان إلا بيني وينك من زمان وانا دور عليك لا معرفت الامان الا بين يديك وين من زمان وانا دور عليك معرفت الامان الا بين يديك الا بين يديك الا بين يديك آمين آمين. فحياتي قبل ما أختار المسيح ما كانش فيها أمان، ما كانش فيها ضمان، كانت فعلا زي اللي ماشي بطريق مش عارف شو آخرتها، زي بوقتها ما بيعرف. لكن لما بيتغير في المسيح يسوع، بعد ما عرف يسوع بعرف أنه أنا وين كنت وين صرت. فصلاتي تكون شهادات على منابرنا في كل كنايسنا أنه قل لي شو عم تعمل هلا مع المسيح، ما تقوليش شو كنت وشو صرت، لا هذا عرفناه خلص، شفنا أعظم الاختبارات وين كانت. حتى عن نفسي من فضلكم ما تسألوني كيف كنت وأي موفي اشتغلت، صدقوني أمام المسيح كله مش بقلد إنه بقول بحسبه نفاية، مش نفاية، لا بحسبه بركة، لكن لا تقاس بما أنا فيه اليوم في الرب يسوع المسيح. مثل ما أنا كنت في بيت صديق إلي، كمان هو عرف المسيح من خلفية غير مسيحية، هو من خلفية إسلامية، فدار الحديث إنه كيف إحنا كنا وكيف صرنا وكذا. وأنا طبعا هذا الشيء بينطبق على المسلم وغير المسلم، على المسيحي الطقسي اللي عايش سنين بعيد عن يعني عن الله، فكر حاله إنه أنا برضي الله بممارساتي، أنا بروح على كنيسة كل يوم أحد. فالموضوع مش موضوع انتقاد، الموضوع موضوع لو أنت حاسس هيك من فضلك ارجع راجع حساباتك. لو حاسس انه سنين عم بتمر من عمرك وما فيش اي تغيير، طب واخرتها شو؟ سنين ضاعت. الا لما تعرف المسيح بتشوف انه بصير في تغيير فعلا، بتلاقي في اشي له معنى اكتر، له معنى اسمى في حياتك. فربعت الكلمات البسيطة بتقول سنين سنين من عمري، سنين ضاعت وانا في اوهام، سنين مرت كما الاحلام وأنا بعبد إله ما أعرفه، يعني بقرأ عنه في شغلات معينة بقولها بصلي فيها، ولو بسجد ما هو حبا فيه خايفة، يعني أنا بسجد لهذا الإله بسجد خوف، لكن سجود المحبة يختلف. المخافة بتضل، لكن المخافة بتتغير، مش خوفا من العقاب ويعني بتقي شره خوفا من عقابه، لا أنا خايف إني أخسر أبوي السماوي، علاقتي معه، أنا خايف أني أكون لحالي بعدين، خايف ما يكون ليش حياة معه، خايف على هالغلاوة اللي صارت في حياتي، خايف على الكنز اللي صار بين إيدي، ما بدي أخسره، بالعكس بدي أمسك فيه بكل ما بقدر، لأنه إله غالي جدا، ثمين جدا، ودفع الثمين فيي وفيك. فسنين سنين ضاعته، وبصلي لأهله زي ما الحديث اللي دار بيقول صلاتي يا أحبابي يا أهلي ويا أصحابي تلقون الحق في المسيح الحياة، حبني ورعاني وكان لي معين سنين سنين. صلاتي يا أحبابي تعرفون الفرق في محبة الله، مش بس نقول إنه الله محبة ونقراها، لكن الله فعلا محب جدا. لما تقرب له بتحس فيها المحبة اللي بتحضنك، اللي بتحوطك، اللي بتغمر كل جوانب حياتك وبتبارك كل صغيرة وكبيرة في حياتك، لأنه هو مصدر هالبركة. فصلاتي إنه ما تضيعش أكتر وأكتر سنين من عمرنا. تعال للمسيح اليوم، تعال اعرف عنه، اعرف مين المسيح اليوم. بالأول اعرف شو هو المسيح، مين هو، اقرأ عنه. لكن بصير التغيير لما تختبره شخصيا في علاقة شخصية معه، الاختبار الحي، مش الكلمة بس المقروءة الصادقة طبعا، لكن الاختبار الحي لهذه الكلمة اللي هي معاشة. الله محبة، يعطي محبة، مصدر محبة. تعال اليوم واختبر هاي المحبة وما تضيع سنين وسنين وسنين.
الأحلام سنين من عمري سنين ضاعت وأنا في أوهام سنين من عمري سنين مرت كما الأحلام وأنا بعبد إلها ما أعرفه ولوه بسجد ما هو حبا فيه خايفة وأنا بعبد إلها ما أعرفه ولوه بسجد ما هو حبا فيه خايفة ومفهم بس أقول أمين سنين سنين وفي المسيح لقيت إيمان غيرني في المسيح الحق بان وحررني أنا في المسيح لقيت من غيرني في المسيح الحق بان وحررني من قيود عشت فيها سجين سنين سنين هلي ويا صحابي تلقون الحق في المسيح الحياة صلاتي يا أحبابي يا هلي ويا صحابي تعرفون الفرق في محبة الله صلاتي يا أحبابي يا هلي ويا صحابي تلقون الفرق في المسيح الحياة صلاتي يا أحبابي يا هلي ويا صحابي تعرفون الفرق في محبة الله حبني ورعاني وكان لي معين سنين سنين وفي المسيح لقيت إيمان غيرني أنا في المسيح الحق بان وحررني في المسيح لقيت إيمان غيرني في المسيح
الحق بان وحررني من قيودا عشت فيها سجين سنين سنين. وقالوا واطلب العلم واسعى للحق المبين، بس لا تناقش ولا لا جادل، جاوبوني بلا فهم لا أدلة ولا براهين، فتاوي في كل المسائل. وقالوا واطلب العلم واسعى للحق المبين، بس لا تناقش ولا لا 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 تجادل، جاوبوني بلا فهم لا أدلة ولا براهين، فتاوي في كل المسائل. واحترت أصدق مين ولا مين ولا مين. سنين سنين. وفي المسيح لقيت إيمان غيرني، أنا في المسيح الحق بان وحررني، في المسيح لقيت إيمان غيرني، في المسيح الحق بان وحررني من قيود عشت فيها سجين سنين 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 سنين. أمين يا سيد الرب، ما تسمح تضيع سنين من أعمارنا يا سيد، وإحنا منتخبط في هالدنيا. من فضلك من فضلك اعلن نفسك، اظهر ذاتك إلى كل من هو محتاج وكل من هو يطلبك يا رب. أنت لا يخزى منتظريك، لا يخزى منتظريك. وهي صلاتي لآخر يوم في حياتي لكل شخص ما بيعرف المسيح، أنه يختار المسيح لحياته. اختار المسيح مخلص شخصي لحياتك. بتسمعها كتير، شو مخلص وشو شخصي؟ المسيح هو المخلص، لكن خلص البشر نعم، عنده خلاص للكل نعم، لكن تعال يوم قوله يا رب أنا نفسي أنا محتاج إني أخلص عشان أقدر أساعد وأصلي وأخلص غيري في صلاتي كمان يا سيد. فاختار المسيح، اختار المسيح زي ما الترنيمة اللي جاي بتقول، اختار المسيح حياتك، لا تعيش بلا حياة. حتى في لحظة مماتك تنتقل على رجاء. اللي بترك هالدنيا هو عارف إنه يسوع المسيح مخلص وماسك بإيده. ما في إشي اسمه موت، في إشي اسمه تغيير عنوان، في إشي اسمه انتقال من حالة إلى حالة أسمى مع المسيح يسوع، حيث هناك أفضل 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 جدا، مش بس أفضل. فاختار المسيح حياتك. وصلي معي في الترنيمة الجاي لكل شخص بتعرفه أنت بعيد وما اختار المسيح، إنه يختار اليوم يغير حياته في الرب يسوع المسيح. اختار المسيح حياتك، لا تعيش بلا حياة.
تعيش بلا حياة حتى في لحظة مماتك تنتقل على رجاء تلقى كل الراحة فيه بلا خوف لا ولا شك من مجهول تلاقيه اختاره مخلصا لك تلقى كل الراحة فيه بلا خوف لا ولا شك من مجهول تلاقيه وسلامك دايم معاك على رجاء
أمين أمين. وحياتي قبل ما أختار المسيح كان مصيرها موت، لكن بعد ما اخترت المسيح صرت عابر من الموت إلى الحياة. أنا عابر من الموت للحياة، أنا شاكر أنا شاكر فضلك يا الله، أنا ممنون لقلبك الحنون يا خالق كل الكون ومحبتك تملى. أنا عابر أنا عابر عابر من الموت للحياة، عابر فرحة عبوري لقيتك الطريق خلاصي ونوري وأوفى صديق، فرحة عبوري لقيتك الطريق خلاصي ونوري أوفى صديق، وعزي وسروري عزي وسروري إنك أبويا الله. أنا عابر أنا عابر عابر للموت للحياة، عابر أمين يا سيدي أمين يا سيدي. ترنيمة أنا عابر نكملها في حلقات تانية لأنها طويلة شوي، لكن حابب أصلي في الأخير معكم لكل شخص ما اختبر الحياة المتجددة المتغيرة في الرب يسوع المسيح. صلاتي أنك تختار أن تعيش هالحياة عشان تقدر تتمتع في البركات السماوية اللي الرب محضرها لكل واحد وواحدة فينا بيختاره. صلاتي أنك تتبارك مش بس أنت وأهل بيتك، في خلاص بالرب يسوع المسيح، خلاص مجاني، ما بتعمل أعمال عشان تخلص، لكن بعد ما الرب يعطيك الخلاص تعمل أعمال نتيجة لهذا الخلاص، تكون ثمار لخلاصك. جاي متأكد إنه الله يعلم صح كل شيء، بس ما يكون جوابك الله يعلم إنه أنا مش عارف مش متأكد. الله يعلم، لكن أعطانا بعض هذا العلم في إنه كل من يختاره، كل من يصير معه، كل من يعيش له ويعيش فيه ويعيشه له حياة أبدية معه، حياة بعد المسيح لا تقارن بأي شكل من الأشكال من ما كان قبل المسيح. كيف تقارن الظلمة بالنور؟ صلاتي أن تعيش في النور ويتبارك أنت وأهل بيتك في النور. في اسم الرب يسوع المسيح بصلي، وصلاتي دائما يكون معكم ويدوم فيكم وين ما تكونوا وين ما تروحوا. سلام هذا الإله القدوس الذي يفوق كل عقل، سلام المسيح.